سمر، اكيد بدنا نقول صباح الخير لدكتورتنا دكتوره لمياء البزنه، اختصاصيه بامراض الاطفال. نقول لك صباح الخير، صباح الصحه والسلامه دكتوره. صباح الخير، وان شاء الله تعالى صباحاتنا القادمه تكون خاليه من المرض ومن الكورونا. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. يعني دكتوره، اليوم الحديث حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حديث العالم كله جائحه كورونا. مثل ما قلنا انا وسمر انه عم تختلف الدراسات، لكن بما يخص الاطفال، هل يصيب الكورونا الاطفال؟ الكورونا يصيب الاطفال. يعني اول ما بلشت جائحه الكورونا من حوالي 4 أو 5 شهور كانوا عم يقولوا انه الكورونا لا يصيب الاطفال، بس مثل ما عم نعرف انه الكورونا هو فيروس متغير، وكل يوم في دراسات وتواتر الحالات بلش يقول انه في اصابات عند الاطفال، ولكن من حسن الحظ انه نسبه الاصابات عند الاطفال كثير كثير قليله. بالصين اللي هي سجلت اعلى نسبه اصابات بالكورونا كانت نسبه اصابه الاطفال 2.4%، اللي هي تعتبر نسبه كثير 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 قليله. الحلو انه اصابه الاطفال هي عاده اصابه خفيفه، وباغلب الحالات هي اصابه لا عرضيه. إصابة الأطفال عم بتكون بكل الأعمار. سجلت حالات عند حديثي الولادة كانت من أمهات ولدوا أثناء الولادة وكانوا مصابات بالكوفيد، وسجلت تتالي إصابات حتى عمر 19 سنة. بس مثل ما عم نقول أنه الحمد لله تعالى أنه إصابة الأطفال عادة عم تكون إصابة خفيفة. قدروا أنه 50% من الأطفال اللي أصيبوا بالكورونا هن كانوا لا عرضيين، وهي نسبة صراحة كتير منيحة، بس بنفس الوقت مرعبة مشان نسبة الانتشار، وهلأ بنحكي عن هالشي. أكيد. هذا 40% منهم من هالبقيوا كان عندهم أعراض خفيفة، وتقريبا 6% كان عندهم متوسطة، نسبة كتير 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 قليلة اللي كانت حالاتهم شديدة واحتاجوا لعناية مشددة. آخر دراسة قريتها امبارح أنه طفل أو طفلين توفوا حول العالم ضمن هالإصابات الشديدة. هذا الشيء طبعا بيقول أنه فعلا الإصابات عند الأطفال خفيفة. دكتورة، لكن خلينا بما أنه خلينا نحكي عن الأعراض، كيف عم تكون خفيفة، كيف عم تكون شديدة عند الأطفال، وليش عم تؤدي للوفاة؟ وكمان في بالدراسة قريتها امبارح قلت لك عليها، حديثي الولادة الأكثر عرضة للوفاة، خلينا نحكي كمان عن السبب. الأعراض الكورونا عند الأطفال هي نفس الأعراض المسيطرة عند الكبار، هي حرارة وسعال، ولكن يضاف إلى عند الأطفال احتقان بلعوم. هي الأعراض الأساسية اللي بتشكل 50% من الأعراض، بس كمان عندهم طيف واسع من الأعراض، ممكن يكون فقد انسداد أنف، سيلان أنف، ممكن يكون احتقان ملتحمة، قد يكون إسهال، قد يكون طفح، قد يكون ألم بطني. هي نفسها هي تظاهرات الكورونا اللي عند الكبار عم نشوفها عند الأطفال. اغلب الاطفال قد يكونوا لا عرضيين. مشكله الاطفال اللا عرضيين انه هن ناقلين بشكل كبير للعدوى. هون لسبب الخوف يمكن. تمام، هون الخوف. السبب انه التظاهرات التنفسيه عند الاطفال هي اكثر من التظاهرات الهضميه. حكينا انه الكورونا قد ياتي باسهال وبتظاهرات هضميه ووهن عام وتعب عضلي. طبعا الوهن العام والتعب العضلي لم يلاحظ عند الاطفال بشكل عام. المرعب عند الأطفال لما بيصير في إصابة أو لما بيكون لا عرضي، أنه الطفل عنده حمل كبير من الفيروس بالطرق التنفسية بالأنف وبالبلعوم. تمام. فذلك قد يكونوا ناشرين جدا للعدوى، وخاصة تحت عمر 5 سنين. هذا الشيء كتير مهم. عملوا دراسة بكوريا، لقوا أنه لما أغلقوا المدارس خفت نسبة الإصابة بمقدار 200 إصابة بين الناس خلال 3 أسابيع. طيب دكتورة، تمام. هون بدنا نحكي على نقطة كتير مهمة. هلا بدهم يفتحوا المدارس ب1/9 مثل ما نحن بنعرف، خلينا نحكي عن خطورة انه يفتحوا المدارس، عن خطورة انه الأطفال ما حيفهموا بالتباعد الاجتماعي، ما حيعرفوا يحطوا الكمامة بشكل صح. شو رأيك أنت بموضوع فتح المدارس بعد يعني تقريبا 2 أسبوع ب1/9؟ تمام. هلا صراحة فتح المدارس بتخيل بده يرجع يعاد دراسته، لأنه الموضوع سيكون صعب، ولكن مضطرين أن نستمر بالتعليم. اليونيسف أوصت بأنه أن يعاد التعليم ولكن ضمن شروط معينة. مثال مثلا نقسم الطلاب 3 أيام بالأسبوع و3 أيام بالأسبوع تانيين، تحديد عدد الطلاب بالصف، المحافظة على عدد كتير قليل من الطلاب، والانتباه لقصة التباعد الاجتماعي. الموضوع ما انه سهل بالنسبه للاطفال. أكيد. صعب كثير انك تقنعي طفل انه يحط كمامه وانه يبعد. الكمامه عم يحطوها بالمدرسه. تمام. ممكن توقع بالارض يرجعوا يحطوها. طبعاً. على وشهم. طبعاً. ممكن عم بيلعبوا هن ورفقاتهم يتبادلوا الكمامات مع بعض، يعني كثير عم نسمع من هالشيء. لذلك في دور كثير كبير للاهل بالتوعيه على هذا الموضوع، على قصه الكمامه، كيف نلبس كمامه بطريقه منيحه، كيف نقيم الكمامه بطريقه منيحه. كنا عم نحكي على انه الاطفال هن ناقلين للعدوى. تمام. بالمجتمع. هي النقطة اللي بدنا ننتبه لها كثير أول شيء، لأنه هن أول شيء بيطرحوا الفيروس كثير بالمفرزات التنفسية، وعند الأطفال لقوا طرح للفيروس بالبراز،
يعني اذا كان عندنا طفل رضيع عمره سنه او سنتين الام عم تغير له الديابر، ممكن اذا صار في تماسنا البراز قد يكون هناك طرح للفيروس، وهذا الشيء يجب ان تنتبه له الام ويجب ان تنبه له. لم يذكر قبل الان عن انطراح الفيروس بالبراز، ولكن حاليا يذكر ان الفيروس قد يطرح بالبراز، فبنعرف الام انه اذا عندها طفل رضيع قد يكون لا عرضي، واغلب الاطفال تحت عمر السنه هن لا عرضيين، قد يكون عنده طرح للبراز للفيروس بالبراز، ممكن انه الام تنقل العدوى لاشخاص ثانيين. النقطه الثانيه اللي حابه احكي فيها عند الاطفال، لقوا انه 50% من اصابات الاطفال اللي اصيبوا بالكورونا كان عندهم اصابه اكثر من شخص بالعائله، وجزء كبير منهم كانوا على تماس مع شخص مصاب بالجوار. بيطلع من هالكلام انه الطفل عاده مو هو الشخص الاول الذي اصيب، عادة الطفل لا يصاب. أنا هالنقطة حابة كتير أحكيها ونبه الأهالي عليها، عادة الطفل يصاب عند وجود شخص محيط بالعائلة. الكورونا أصبح رعب، المرض أصبح مرعب، الأهالي صاروا يجوا بشكل كتير مرعوبين. المشكلة أنه أعراضه تتشابه مع كل أعراض أمراض الأطفال، حرارة، سعال، إسهال، سيلان أنف، احتقان ملتحمة. مشان هيك حبيت نبه على هالنقطة، أغلب الأطفال الذين تظهر لديهم أعراض كورونا غالباً لديهم شخص موجود بالعائلة، وتزداد احتمالية إصابة الطفل كل ما كان في أكثر من شخص بالعائلة مصاب، وكل ما كان الطفل قريب. لذلك في حال وجود أي حدا مصاب بالعائلة يفضل أن يقوم الأهل بإبعاد الأطفال عن المنزل إذا كان بالإمكان طبعاً. نعم. يعني يا دكتورة اليوم عم نحكي عن أعراض كورونا يلي هي بتتشابه مثل ما تفضلتي وحكيتي مع الأعراض يلي قد يصاب إلى الطفل، في حال الجريب، في حال التهاب المجاري التنفسي، في حال كثير من الأمراض. التشخيص الصحيح للإصابة بهذا الفيروس للأطفال كيف؟ وإذا بنقول طريقة العلاج، هل يحتاج الطفل إلى عزل مثل الكبير؟ هل يحتاج إلى فيتامينات أكثر مثل ما كمان الكبار بينصحوا فيهم؟ خبرينا أكثر دكتورة. التشخيص بيبني على أكثر من شغلة، مثل ما قلنا فيه شخص مصاب بالعائلة، في واحد من الأعراض، وخاصة في حال وجود ترفع حروري لأنه من الأعراض الشائعة. عادة إذا كان الطفل أعراضه كتير خفيفة ما في داعي أنه نعمل أي شيء، ما في داعي نكلف الأهل لا بتحاليل ولا بصورة صدر، نحكي بس على الحجر والعلاج هلأ منقول عليه. في حال استمرت الأعراض، كانت الأعراض شديدة، كان الطفل صغير، أو كان الطفل من الأطفال عالي الخطورة، يعني طفل عنده آفة قلب خلقية، طفل عنده سكري شبابي، طفل عم ياخد كورتيزون لفترات طويلة، طفل مصبت مناعيا، هدول أطفال عالي الخطورة. هدول المفروض أنه نشخص ونعمل تحاليل وصورة صدر لأنه هن معرضين للإصابة الأشد من الكورونا. عادة نعمل تحليل دم، تحليل دم بيظهر انخفاض بتعداد اللمفاويات، بيظهر ارتفاع بالسي ار بي مؤشر لوجود شيء ثاني بالدم. نعمل صورة صدر، صورة صدر صارت نموذجية بتظهر شيء اسمه منظر الزجاج المطحون بالطرفين. الطبق المحوري للصدر ما في داعي له عند الأطفال مشان ما يتكلفوا الأهالي، إلا إذا كان الطفل شديد وقبل بالمشفى. هدول بكفوا بالنسبة للتشخيص. بالنسبة للعلاج، طبعا العلاج عند مريض الكورونا سواء كان كبير أو طفل هو الحجر. العلاج داعم، مثل ما قلنا 90% من الأطفال هن أعراضهم كتير كتير خفيفة، راحة بالمنزل. كيف بدي أمن راحة بالمنزل للطفل؟ بدي حاول أعطيه أي شيء يلتهى فيه، يلعب، لأنه الطفل بده صعوبة كذا نحجر طفل يعني. قدر الإمكان حقدر أحجره بغرفته، بدي أمن له جو، أمن له ألعاب موجودة لإله. دائما بدها تكون أدوات الطفل، أسهل شيء الصراحة إنه يكون كل شيء هو بلاستيكي أو ورقي لحتى يتم التعامل معه بسهولة. السوائل ثم السوائل ثم السوائل هي مهمة جدا بالنسبة للأطفال. ما في داعي لإغراق الطفل بالفيتامينات. الفيتامين الوحيد اللي لحد الآن أثبت أنه قد يساعد بالوقاية وقد يقلل من نسبة الإصابة الشديدة أو الوفيات بكوفيد هو فيتامين دال. الحمد لله أغلب أطفالنا هنا مدعمين بفيتامين دال، ولكن لا مانع من تزويد فيتامين دال بمعدل 400 ل 800 وحدة، في مستحضرات بالسوق الميل اللي فيه 400 وحدة أو النقطة، يعني بكفي ميل لكل يوم من أغلب مستحضرات فيتامين دال موجودة بالسوق. الفيتامينات المهمة عند الأطفال اللي بتساعد كمان بتقوية الجهاز المناعي بشكل عام هي الفيتامين E والC. ما في داعي نزودهم بشكل دوائي، يكفي التغذية المتوازنة. فواكه فواكه فواكه، أي نوع فواكه، ما لنا مضطرين نجيب يعني فواكه خاصة، خضار، سوائل، تغذية متوازنة،
ينصح جدا جدا بالجلوس بالشمس يوميا لمدة نصف ساعة. الجلوس بالشمس بيساعد على انه دائما يكون في هواء نقي، بيساعد على انه نكسب فيتامين د، لانه اشعة الشمس هي كثير جزء منيح من فيتامين د. اذا كان الطفل كبير بنعلمه على انه يلعب تمارين الرياضة. مهم جدا ان يهيئ نفسية مريحة للطفل، هو مرض كثير خفيف وراح يمضى. بالنسبة لحديثي الولادة بس حقلك لانه سألتي عنه بالاول، حديثي الولادة كثير الاصابات قليلة جدا حول العالم. لم يثبت انتقال فيروس كورونا عبر المشيمة للجنين مشان الامهات الحوامل ما يخافوا، لم يثبت انتقاله عبر حليب الثدي، ولكن في حال ولد طفل لام مصابة بالكورونا يجب ان يعزل الطفل بغرفة، تقوم الأم بعصر الحليب من الثدي لحتى تحافظ على إدرار الحليب لحتى تعطيه إرضاع والدي، لأنه لقوا أنه أساساً هن الأطفال اللي أخذين إرضاع والدي كانت مناعتهم أقوى. أفضل من الأطفال اللي أخذين إرضاع صناعي. أكيد نقطة مهمة كتير حابة أقولها، لا تؤجلوا اللقاحات. صار في عنا خوف من الأهالي أنه أنا ما بدي أعطي لقاح لأبني لحتى أقلل مناعته. وجدوا أنه الأطفال اللي أخذوا لقاح السل ولقاح الـMMR هن أطفال أقل عرضة للإصابة. لا تؤجلوا لقاحات أطفالكم، حنروح على المراكز بأوقات محددة، حنحافظ على التباعد الاجتماعي، على وسائل الوقاية، ولكن لا تؤجل اللقاح، لأن هناك أمراض عند الأطفال قد تكون مميتة أكثر من الكورونا في حال طفل لم يأخذ اللقاح. أكيد. خلينا نحكي عن العامل النفسي، قديش بيأثر دور الأهل، دور الأهل قديش بيعطوا الدعم النفسي الكبير للأطفال إذا شكوا أنه طفلهم معه كورونا. خلينا نحكي عن هذا العامل كتير مهم، وحتى أنه في مثلا أهل مستهترين ما في عندهم لا تباعد اجتماعي ولا شيء، عم بيخلطوا الأطفال مع بعضهم، عم بيطالعوهم ويلعبوهم، ما في عندهم مشكلة. بنفس الوقت عنا أهل كتير عم بيخافوا أولادهم أكثر من الكورونا، يعني بتخافي إذا صار معهم كورونا يعني يصير يسبب لهم وفاة من الرعبة. خلينا نحكي عن الفرق بين الأهلين. الصراحة العامل النفسي مهم للأهل، أنا برأيي صار في خوف. كورونا مرض ومرعب ومزعج وتظاهراته شديدة، ولكن بنسبة كبيرة الحمد لله تعالى عم يمر بدون اختلاطات وبدون مشاكل. مهم جدا يعرفوا الأهل أنه الهدف من وقاية الطفل وعزله هو حمايتهم هن، تمام؟ لأنه يعني مثل ما أنه إذا كان عنا طفل بالعائلة مصاب ونصاب الطفل، أنا لما بعزل طفلي لما بعمله إجراءات الوقاية أنا حميت نفسي، لأنه مثل ما أن الأطفال هم ناقلين للعدوى أكثر مما هم مصابون بالمرض. حكينا أنه بدنا نحاول قدر الإمكان نأمن له وسائل الوقاية. صار في ألعاب إلكترونية موجودة فأنا بيتيح له هذا الشيء بالبيت. مسموح أنه يطلع يلعب برا ولكن بفضاء رحب واسع لوحده. المحافظة على مسافة أقل شيء مترين بينه وبين أي طفل تاني. ما بدنا نخوف الأطفال من الكورونا، بدنا نقول لهم أنه هو مرض بسيط، بس بنفس الوقت بدنا نعلمهم إجراءات الوقاية الصحية اللي هي غسل الأيدي وعدم تماس الوجه. لو أحسن طريقة أني أنا أعطي الطفل ألعاب، فهو الطفل لما عم يلعب بالألعاب بيحاول أنه يتجنب أنه يتماس مع وجهه، بس هذا طبعا شيء بده دائما غسل مستمر للألعاب. فما نخاف من الكورونا عند الأطفال، جدا 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 التظاهرات الشديدة قليلة وأغلب ولا عرضي، ولكن بنفس الوقت ننتبه أنهم ناقلون للمرض. نعم أكيد. يعني دكتور نقول لك شكرا كثير على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، أنه طمنتينا أنه يمكن لكل الأمهات الأطفال نسبة الوفاة وهي كثير نادرة مثل ما حكينا، لكن إصابة الوسط المحيط والأشخاص المحيطين فيهم هي كثير كبيرة. نتمنى أنه فعلا الأمهات يديروا بالهم قد ما بيقدروا ويكونوا على مستوى عالي من الوعي. شكرا لك إن شاء الله. نحن معهم بس نرجع من لون، حنحافظ على الكمامات وعلى وسائل التباعد الاجتماعي وعلى التعقيم المتكرر بالمنزل. أكيد طمنتينا دكتورة، والطاقة الحلوة الإيجابية اللي نشرتيها بكل مكان ولكل حدا بحاجة لها بوقت الكورونا. أكيد. شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمة، وهيك والله يحمي كل الأولاد. آمين يا رب. شكرا كثير لكم. شكرا لك.